الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا، حياكم الله ويا مرحبا. موضوعنا اليوم أتمنى أن يفهم. الحقيقة الجزيرة العربية لم تكن تذكر قبل الإسلام، عشان تكون في الصورة بدوا متلفلفين كذا بشكل معين، وبعدين كان في حضارة في الشرق اسمها الفرس وكانوا جهابدة، وفي الروم في الشمال وفي العراق وفي بلاد الشام وتركيا وإيطاليا وأوروبا، وكان في الفراعنة كان يسيطر عليهم الرومان مثلا، وكان في مملكة الأحباش، وكان في اليمن. يعني كان كل هذه الدول العملاقة غير الصين غير الهند لم نكن نذكر حقيقة. وجاء الإسلام، في الإسلام هذا الحمد لله انتعش المسلمين وتعلم المسلمين وطلع منهم مجموعة من العلماء. أذكر منهم في صدر الإسلام أول 30 سنة أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجعفر الصادق وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب، يعني مجموعة من العلماء الرائعين. بعد عام 40 تقريبا 42 هاجروا لبقية الأمصار، ومات من مات في المعارك التي حصلت، فانتقلت القوة إلى الدول التي كانت عظمى. انتقلوا لبلاد فارس، وبلاد فارس يحبون العلم، لو كان العلم في السماء يقول الرسول لسبقوكم إلى فارس. انتقل للعراق، انتقل للشام، انتقلت كل هذه المملكات والإمبراطوريات إلى البلاد الأخرى لمصر. يعني أذكر لكم في العراق مثلا طوال التاريخ نعرف أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والرازي وابن الجزري وابن الهيثم كلهم في العراق. يعني لو جينا على مصر الليث بن سعد وورش والشافعي عبد الملك بن هشام وابن النحاس والأصبهاني والشاطبي كلهم في مصر طوال تاريخ. العلماء الذين حملوا الإسلام من بعد عام 40 كلهم في الدول المجاورة، ما في عندنا أحد في جزيرة العرب. في بلاد الشام العز بن عبد السلام والسبكي والذهبي وابن جماعة كلهم كانوا فين. المصيبة أن بلاد فارس كانت حاملة الإسلام طوال التاريخ. يعني تخيلوا الفارابي والبخاري ومسلم والنسائي وابو داود والبلخي والمقفع وبرمك كلهم كانوا في بلاد فارس، كل من حمل الإسلام حتى جاءت الدولة الصفوية. المغرب يعني ابن بطوطة والدريسي واللمطي والفارسي والتاشفين والسبتي كلهم كانوا في بلاد المغرب وحضارة المغرب. في الأندلس يعني كانوا برضو قائمين بعد الضخم من الأعمال عباس بن فرناس والزهراوي وابن حزم والبكري والإدريسي وابن زهر وابن رشد وابن البطار وزرياب وابن زيدون، كل هذا لابن خلدون كلهم كانوا موجودين في بلاد الأندلس. يعني اللي أبغى أقرب لكم الصورة أن حتى في اليمن جابر بن حيان والهمداني والحميري والشوكاني والصنعاني كانوا كلهم موجودين في اليمن. فبعد 40 سنة من بدء البعثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاقة الرهيبة اللي أعطاها الرسول ظهر علماء ضخمين ثم اختفت واستمرت إلى هذا اليوم كل شيء موجود في هذه البلاد. يعني حسنا تخيلوا معي في الصورة القسطنطينية والأتراك والدولة العثمانية وبلاد فارس وبلاد ما وراء النهر وخراسان كلها شالة الإسلام على ظهرها. الحقيقة اللي بقوله الآن أننا نعادل 2 من 7 آلاف مليون موجود في الأرض نحن في السعودية، وبذلك علينا حمل رهيب نتوقع أنه حنا العالم كله. لا، ما إحنا عالم كله، نحن نعادل 2 من 7 آلاف. الاثنين من 7 آلاف هذولا ما شاء الله وصلوا ضمن أفضل 20 دولة في العالم اقتصادية. يعني هذا يحملنا عبء رهيب. يعني حنا 2% ونصل لرقم 20 بيش بالبترول. البترول هذا لن يستمر، لابد نشغل عقولنا بشكل أو بآخر حتى إيش نمسك زمام الأمور. فرصتنا الآن رهيبة، 40 سنة عندنا بترول، كل دخل العالم موجود عندنا في هذه الدولة الفتية. يجب أن نواصل ونكرم أولادنا وأحفادنا بأن نملكهم علم يجعلهم قادة في المستقبل. يعني اللي أبغى أقوله ناقب 50 مليون وناقب 20 مليون وصرف مبالغ على تفحيط وكورة وغنم ومزايين حمام ومزايين مدريش ما هي مفيدة بالنسبة لنا يا جماعة الخير. يعني لو قلت واحد باع ناقب 50 مليون ليش ما يعمل حاضنة أعمال أو حاضنة للمشاريع أو حاضنة للأفكار أو شركة عملاقة تشتري الأفكار من الشباب وتدعمهم؟ ليش ما يكون عندنا رؤية أن الطاقة الشمسية النانوية تكون ملك السعودية، نعمل شركة عملاقة على أساس نغطي العالم بالكهرباء، ركز كل جهدنا في هذا الطاقة، طاقة الليثيوم، طاقة النيكل، طاقة من الطاقات الجديدة. يعني أبغى أقول لكم شيء بس والله ما نقولها تندرا، ميزانية التعليم توصل ل 220 مليار، يعني ميزانية 30 دولة أفريقية، 30 دولة أفريقية يأخذ التعليم عندنا. ميزانية جامعة من الجامعات وعلى رأسي من فوق جامعة الملك سعود 9 مليار، يعني ميزانية 5 دول أفريقية. كم قدموا في البحث العلمي؟ كم قدموا من أشياء بيعت على مستوى العالم؟ ما أبغى أقول كتابة وعملنا، لا، أبغى كم بيع في العالم واستفادت منه الدولة، كان بيع من هذه الجامعات وصار دخلها من هذه البحوث العلمية. هذا ما نريد أن نصل له يا جماعة الخير. يعني عندنا 238 كرسي، والله ما سمعت عن كرسي واحد اللي يمكن حق النحل مثلا. عندنا 135 جمعية علمية مثلا. عندنا يعني إيش أقول لكم، مجموعة ضخمة من المراكز البحثية 649 مركز بحثي. هذا شيء جاب لنا ريال.
عشان نكون واقعيين يا جماعة، العالم كله اللي يعترف إلا بالبحوث وبالأشياء العلمية، ولذلك عندنا أرامكو الآن أغنى شركة في الكرة الأرضية مثلا، ودي نكون مرافق لها. ما نبغى الناس يعرفونا بس عندنا مال، المال هذا بيروح، البترول بيروح، لن تبقى للعقول. يجب زي ما كان في صدر الإسلام موجود عندنا علماء واختفوا طوال هذه الفترة كلها، أن يعود مرة أخرى، وأن نعمل حاضنات خلال 40 سنة 30 سنة قادمة نشتغل بعقولنا. ودي الجميع يستوعب هذا الفكر، يعني ما ينفق على الجامعات مليارات لا نرى نتائج مرضية بالنسبة لنا كعلماء. نريد أن نكون قادة، قادة بما أن ضمن الدول 20 يجب أن نكون قادة ضمن الدول 20. هذه الفكرة اللي أبغى أوصلها لكم، أننا 2 من 7000 إن لم نستفيد من المال تطوير العقول وعمل أشياء حقيقية على أرض الواقع. ما ينفع كلام وبهرجة وبالبترول نصل نشتري بحث ونقول هذا البحث، لا أبغى كم باع وكم درع الفلوس. الله يعيننا وياكم، والتحدي كبير ويجب أن نتجاوزه إن شاء الله بشبابنا وبتخطيطنا الناجح للمستقبل بحول الله. السلام عليكم.